التيار الكهربائي في مصر واللي أصبحت يعني متكررة بشكل يعني غير عادي، بتحتاج إلى حلول ربما استراتيجية، حلول يعني عملية وغير طاقة، البحث عن مصادر بديلة، ولعل من أهمها مصادر الطاقة الحرارية كالشمس والحرارة الموجودة أيضا في باطن الأرض والفحم والمواد البترولية. يعني هناك بعض الدراسات ربما تكون متخصصة في هذا المجال تحديدا في محاولة للبحث عن حلول لأزمة انقطاع التيار الكهربائي في مصر اللي أصبحت يعني شيء يعني مش معتادين عليه، ولكن شيء أصبح الحياة معاه يعني لابد أن تسير للأسف. فإحنا معانا إن شاء الله تقرير حنتابع فيه ربما تفاصيل عن هذا الموضوع، عناصر مهمة عن موضوع الطاقة والكهرباء. قبل ما نلتقي بضيفنا في الاستوديو، عموما بنرحب بضيفنا قبل ما نشوف التقرير، دكتور محمد نور الدين، وهو خبير اقتصادي متخصص في جوانب عديده من جانب الاقتصاد، لكن هنتكلم النهارده عن الكهرباء. دكتور اهلا بحضرتك. الخبير الاقتصادي المغترب وشايل مصر في قلبي زي ما قال البابا شنوده. احنا معانا تقرير بالظبط، وهنرجع ان شاء الله لنفتح معكم الحوار بشكل اكثر تفصيلا. مشاهدين، تعد مشكلة الكهرباء والطاقة من المشكلات التي تؤرق المجتمع المصري وتؤثر ليس فقط على كافة القطاعات الاقتصادية بل على كافة مناحي الحياة. حلول عدة ومقترحات متنوعة لمواجهة هذه الأزمة، من بينها المبادرة المصرية التي طرحتها وزارة الكهرباء للحفاظ على الطاقة بهدف خفض الطاقة الكهربائية المستهلكة بنسبة 20% من خلال نشر الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة وتقديم كافة المعلومات حول سبل تحقيقه. وتعتمد المبادرة على الاستفادة من الإضاءة والتهوية الطبيعية قدر الإمكان، واستخدام اللمبات ذات الكفاءة العالية التي تقلل من استهلاك الطاقة الكهربائية، وضبط أجهزة التكييف عند درجة حرارة 25 درجة مئوية من خلال هذه الحملة القومية لإشراك كافة فئات المجتمع في حل مشكلة الطاقة. ويطالب الخبراء بالبحث عن بدائل للطاقة التقليدية، خاصة أن مصر غنية بالطاقة المتجددة ومنها الطاقة الشمسية والطاقة المنتجة من الرياح، إلى جانب تبني التكنولوجيا المنتجة للطاقة من المخلفات العضوية. ويقول الخبراء إن أفضل السبل في الفترة الحالية هو وضع استراتيجية تمر بثلاث مراحل، أولها على المدى القصير لمواجهة مشكلة انقطاع الكهرباء من خلال خفض الاستهلاك، حيث إن الهدر الأكبر للطاقة في القطاع المنزلي والتجاري، وأيضا التوعية بالمدارس ودور العبادة على كيفية توفير الطاقة. ويرى الخبراء أنه يمكن توليد الطاقة من مخلفات البترول، حيث يستخدم زيت السيارات في توليد الطاقة، كما يشيرون إلى أن استخدام تكنولوجيا البايوغاز أفضل الحلول لتوليد الطاقة والسماد من المخلفات العضوية، كما تقلل من الاحتباس الحراري. ويوضح الخبراء أن سعر الطاقة المنتج من الخلايا الشمسية ليس ببعيد عن السعر العالمي للطاقة المنتجة من البترول، ومن ثم يجب وضع الخطط اللازمة للاستفادة من الطاقة الشمسية مستقبلا، خاصة أن مصر تقع في الحزام الشمسي، مشيرين إلى أن تغطية مساحة 100 كيلومتر مربع في صحراء مصر بالخلايا الشمسية الرملية يكفي لسد احتياجات العالم أجمع من الطاقة والكهرباء. طب احنا بنجدد الترحيب مشاهدينا الكرام بالخبير الاقتصادي المغترب الدكتور محمد نور الدين، بنرحب بحضرتك من جديد مشاهدينا. اهلا بك واهلا المشاهدين. اهلا بحضرتك يا دكتور. يعني بالنسبه للطاقه، عارف ان حضرتك متخصص في مجالات اقتصاديه عديده، لكن كلامنا زي ما قلنا قبل التقرير عن في حلول غير تقليديه حضرتك اشرت اليها للطاقه الكهربائيه. طيب. يعني ايه الجديد في فكره حضرتك؟ انا هستاذن من حضرتك دقيقه ونص قبل ما ادخل في الموضوع الاساسي للنهارده، لان انا الحمد لله متفائل جدا جدا بعد ما الاخبار بتاعت امبارح واتفرجت عليها واسلجت صدري كما اسلجت صدر كثير من المصريين. حضرتك بتتحدث عن مشروع على مشروع بناء قناه جديده، قناه السويس جديده، بالاضافه لمحور التنميه، بالاضافه لشرق التفريعه. بس موضوع قناه السويس بالذات فرحني جدا، لان طبعا اجدادنا ماتوا في قناه السويس عشان يبنوا قناه،
والقناة ديت هقول في إيجاز بتشتغل وان واي، قوافل من الشمال للجنوب تقف في البحيرات عشان تفسح المجال للقوافل التانية اللي من الجنوب للشمال، يعني كأنه قطار ليه قضبان واحدة ورايح جاي. فدي مشكلة، زائد ان الغاطس بتاع القناة ما ياخدش اكتر من 45 قدم عمق. القناة الجديدة اعلى، زائد ان هيتم تعميق القناة الحالية وهيبقى تقدر تمشي في الاتجاهين. طبعا انا بأشير لحاجة في ناس كتير مش عارفينها، في جهات اخرى شايف ان في ضغط على الربط بين اسيا واوروبا عن طريق قناة السويس، فعايزين يعملوا قنوات بديلة وهتاخد منهم 3 سنين، مش قنوات بديلة، حلول بديلة، وهي سكة حديد للربط بين البحر الاحمر والبحر المتوسط. فكان مهم ان مصر تبتدي مهم إن ولذلك انا فهمت سيادة الرئيس السيسي امس وهو بيقولوا له 36 شهر يعني 3 سنين، قال لهم لا سنة، حطوا ناس زيادة اشتغلوا 24 ساعة. والله فرحت لان انا فاهم السبب، خلي اللي عايزين يخشوا يعملوا حاجة زي كده خلاص احنا نعملها في سنة. تسلم الايادي وتحيا مصر. نخش في موضوع ان شاء الله. بالنسبة لموضوع الطاقة، هو موضوع كبير وزي ما حضرتك اتقدمت والناس سمعناها، في طبعا طاقة نووية وليها محاذيرها، حتى الناس اللي استعملوها ابتدوا يقولوا في زلازل وممكن يحصل تسرب، فابتدى عليها علامات استفهام. وفي طاقة شمسية وهي تنقسم إلى قسمين، طاقة حرارية وهي بتضاعف الطاقة الحرارية بتاعت الشمس وتستفاد بها في عمل مياه ساخنة، دي ليها تكنيك بسيط ومبسط اللي هو خزان شمسي أو سخان شمسي معاه خزان بيبقى فيه ايسوليشن، مواد عزلة عشان تستخدم 24 ساعة المياه تفضل عندك ساخنة. ده جزء. الجزء الثاني اللي هي الخلايا القهروضوية بتنتج كهرباء عن طريق الحركة الإلكترونية داخل الخلايا القهروضوية، ده موضوع ثاني وتكنيك عالي جدا ومكلف. الثانية دي سهلة وموجودة. طبعا في وسائل تانية بيستخدموا التكنيك بتاع البخار، احنا عارفين قبل كده القاطرات البخارية وغيره، ده موضوع قديم قوي بيعاد استخدامه مرة تانية لما بيجي عايز يولد من الفحم كهرباء، يبقى بيسخن مية والبخار والكلام ده كله، او اذا كان خشب او غيره. طبعا في وسائل تانية غير تقليدية زي الوقود الحيوي من المخلفات، وفيه الغاز وفيه اشياء اخرى. وكل ده متوفر، كل ده متوفر عندنا، في كل ده متوفر عندنا. ده في كمان، يعني انت حضرتك سالتيني وجرتيني الموضوع تاني، انا لو قعدت اتكلم انا ممكن اخد ساعات. يعني من ضمنها هقول لحضرتك حاجه، بيستخدم مياه الصرف بتاعت المدن في نبات معين، والنبات معين ده بيتحملها وبينمو فيها، وبعدين ده نبات زيتي عالي، ولو انت استخدمت مياه ملوثه زي دي في النبات بتاخد المواد الزيتيه دي وبتحولها الى وقود، تتحول ليها عن طريق المصانع الى وقود تعمل منها نرجع للموضوع. بالنسبه انا كراجل اقتصادي، لما اخد مصدر من مصادر واحول طاقه حراريه الى طاقه كهربائيه وارجع اخد الطاقه الكهربائيه احولها لطاقه حراريه، انا بعمل ويست، انا كده هو بضيع وقت. ده لوحده يعتبر ويست. ازاي بقى؟ مثلا استخدام السولار وفي حتة كهربية، انت جيت لي كهرباء، اخد الكهرباء دي واشغل البراد عشان يغلي لي الماي، او اشغل السخان الكهربائي. انا ضد الموضوع ده نهائي. الافضل استخدام الطاقة الشمسية مباشرة، وانا عايز اشوف قريب جدا فوق الاسطح خزانات شمسية. لان ده هيخف الضغط على استخدام الكهرباء زي اللمبة الموفرة وزي ده وزي ده. في ايه تاني للعملية ديت برضو من الحاجات الغير التقليدية؟ في مباني بتتبني بتكنيك معين بحيث تبقى متهوية فتستخدم طاقة اقل في التبريد في الحر، احنا بلد حارة بالظبط، اصبحنا كمان في الفترة. وده موضوع مش جديد، قديم جدا، واول واحد نادى به الله يرحمه العلامة الكبير
الدكتور حسن فتحي وعمل منازل بتوفر الطاقة عن طريق حاجة اسمها الملقف، بيبقى عامل كده وبيصد الريح المعينة ويدخلها على فحم مولل، وتكييف بيبقى عامل زي التكييف بدون أي شيء، والحاجات دي كلها موجودة. احنا ما بنستخدمش ليه العلماء بتوعنا؟ انا بأدعو ان احنا نستخدم العلماء بتوعنا في كل مجال. طيب الموضوع بقى الأساس اللي انا هتكلم عليه دلوقتي، موضوع استخدام الطاقة الضائعة في توليد الكهرباء، وهو ان في المصانع اللي بتستخدم افران عاليه مرتفعه الحراره بتوصل ل 1300 درجه مئويه زي مصانع الاسمنت والحديد، وتلاقي مصانع الاسمنت والحديد والصلب الكبر اللي هو النحاس الالومنيا وغيره، اشياء كتير بتستخدم الافران. الافران ديت بتؤدي غرضها، عملت لك الاسمنت، عملت لك الحديد والصلب، وبعدين الحراره دي ضائعه. الفكره الجديده اللي موجوده او اللي انادي السيد رئيس الجمهوريه انه يامر بتطبيقها على كل المصانع، وهي ان المصانع دي مستهلكه للكهرباء وبيجي لها كهرباء حكوميه، لان احد المصانع عرض نفسه عليا ان انا اشتريه وكاتب لي في ضمن المولات انه عنده كهرباء حكوميه. اهلا وسهلا. طب انت ما بتشتكش كهرباء ليه؟ وممكن الافران الحراره الضائعه دي بيتم تخفيضها بوسائل معينه، وبعدين انت محتاج 100 درجه مئويه عشان غلايه بتغلي المايه، بتستخدم البخار في اداره توربين يولد الكهرباء. كميه الكهرباء انا عملت دراسه على بعض المصانع اللي طبقت النظام ده، بينتج لكل 1000، لو هو بينتج المواد الخام 1000 طن، لكل 1000 طن بيطلع 1 ميجا وات. لو هو مثلا انتاجيته 10000، المواد الخام بيستخدم 10000 طن، هينتج 10 ميجا وات، ودي كميه كبيره. 10 ميجا وات دي كميه كبيره، يعني 10000 كيلو. لو احنا كل المصانع دعمنا على المصانع هيخف الضغط عن استهلاك الكهرباء، فبدل ما تتقطع، لان جزء من الناس جزء من الكهرباء هينتج، وبعدين مش هيكلفوا حاجه. يعني غير الفكره بتتلخص في انه الفاقد من الطاقه الحراريه دي يستفيد. ما مش عارف هيقدر يلقطها هنا، لو تقدر تخليه ان شاء الله بس في الكاميرا. الطاقه الحراريه الفاقده في المصانع هنحولها من الطاقه الحراريه الى الطاقه الكهربائيه، يستفيد بيها. طيب الاليه تسخين ميه وتحويل الميه الى بخار، واستخدام قوه البخار في اداره التوربين. تمام، دي ملخص بتاعها. طيب الاليه نفسها، هل الاليه دي متوفره باجهزتها بالخط انتاج الكهرباء ومطبق في دول بالفعل علشان يسهل تطبيقها او امكانيه تطبيقها، ام انها محتاجه دراسه وتطوير بحيث انه يتم انتاج هذه الاجهزه وهذه الاليات اللي سؤال في غايه الاهميه، اشكرك عليه. شكرا. اولا انا مش هنقارن مصر، احنا هيجي لنا يوم وهنقارن مصر فعلا بالسوق الاوروبيه المشتركه، وهنقارنها بالدول المتقدمه، وهنقارنها باليابان، بس مش دلوقتي. نقارنها بدول عربيه، وهي دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنا عندي بيزنس هناك، أنا رجل أعمال وخبير اقتصادي في نفس الوقت. طبقت النظام ده ورحت اتكلمت معاهم وخدت التفاصيل، ومستعد قبل ما نطبق القرار ده أخد وفد وأفرجه على الطبيعة بيشتغل إزاي، وعندهم اختيارات، ولكن الاختيار اللي أنا بفضله أن نصنع هذه الآلات في مصر، وعندنا جهة قادرة على تصنيعه. طب طبيعة الانتاج الحربي ايه يا دكتور محمد؟ يعني طبيعتها او شكلها ايه الالات دي؟ الالات اهي، بص حضرتك شكلها اهي، لو مش عارف تقدري تمسكها له كده على الكاميرا. لا هو ممكن حضرتك الكاميرا هتجيبها وحضرتك ماسكها الكاميرا. طب انا كده اهو. تقدر تحطها على الكاميرا. هي باختصار شديد، ممكن حضرتك تنزل شويه. هي باختصار شديد اليات عشان بيدخل الحراره العاليه دي على تشيمبر، على 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 غرفه، بيخفضها شويه عن طريق مراوح، لانه هو محتاج حوالي 100 درجه مئويه للغليان. اي درجه اعلى من كده، يعني 1000 درجه، هتعمل لها ايفابوريشن سريع، تتبخر بسرعه، مش هيلحق تديله القوه دي. فهو لازم، او التكنيك بتاع الاله دي عموما محتاج حوالي 100، يعني بيخفض الحراره العاليه ل 100 علشان تدور التوربينات. لو محتاج منها 100 بس. التوربينات بقى بخاريه ولا مش لا، ده عشان يغلي الميه في غلايه. يغلي الميه. حضرتك دي الغلايه الحمراء دي. دي الغلايه. الغلايه دي بتبقى فيها ميه
في طبعا وسيله انك تنقل الحراره لهنا، جزء من الحراره هو عباره عن ستيم، عن غازات بتدخلها عن طريقه، فبتوصل لدرجه الغليان تتحول الى بخار. الماء تتحول الى بخار، البخار ده بيخرج على الجزء ده اهو الدائري ده، فبيدور توربينه. التوربينه بتنتج كهرباء. ما دام عندك حركه دائريه معناها انت كهرباء. ده بدون وقود. انت مش محتاج وقود، لا 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 سولار ولا اي شيء. الحراره دي هتبقى مهدره. يعني طب عدد المصانع اللي في مصر عدد المصانع تقريبا يعني بشكل تقريبي اللي ممكن تنتج الكهرباء؟ كل المصانع اللي فيها افران، يعني بمعنى كل مصانع الاسمنت، كل مصانع الحديد والصلب، مصانع النحاس، مصانع الالومنيوم، اكيد عددها ليس بقليل. عايز ليس بقليل. وبعدين الخبر كويس بقى ان الطريقه دي او التكنيك ده اول ما بدا كان بينتج بواسطه المانيا، وبعدين ابتدى بقيه السوق الاوروبيه المشتركه تشترك فيه زي ايطاليا، وبعد كده الصين ابتدت تنتجه، واخر شيء سمعت بيه الهند بتنتجه. لا بقى، اذا كان الهند بتنتجه يبقى احنا ننتجه. انا لا احبذ ان احنا نشتري من الخارج، احنا نشوف التصميم ونبتدي ننتجه. بالنسبه للهيئه العربيه للتصنيع قادره على تصنيع هذا، وانا واثق من هذا الكلام. فنصنعه ونحممه. بالنسبه لارقام المصانع، انا عارف ارقام المصانع اللي هتنشا مثلا من الاسمنت. الاسمنت غير المصانع اللي منشاه، في 20 مصنع خدوا موافقات، وفي 39 مصنع مقدمين طلب. يعني احنا بنتكلم على حوالي 60 مصنع هيدخلوا الخدمه ده في قطاع واحد بس، غير اللي موجود. فالحاجات دي كلها ممكن تبقى منتجه للكهرباء. شفت المصانع اللي هي استخدمت التكنيك ده، بيستخدم الكهرباء، بيدور بيها مكيفات، بيدور بيها اناره، اكنها كهرباء عليه. اولا طب هيسترجع المبلغ ده ازاي؟ ما هو هيشتري الحاجات دي هتكلفه فلوس، هيسترجعه ازاي؟ لان برضو الشخص اللي عنده مصنع عايز يعرف هيسترجع المبلغ ازاي. هيسترجع المبلغ ده ازاي؟ اولا هيشتري الماكينات دي، 85% معمره من هذه الاله، يعني معمره يعني تقعد 30 سنه، فهيقسمها على سنوات. فيه ال 15% بتتجدد كل 5 سنوات، يعني هيبقى 3% منها زائد 2% من يبقى بيستهلك 5% على ممر السنين، بتتخصم من الارباح وبتتخصم من الضرايب. فدي نمره واحد. ثانيا بالنسبه لمصنع الاسمنت، انا ما بوصيش بدوت بس، بوصي كمان بتركيب فلاتر. الفلاتر هيسترجع ثمنها من الفاقد بتاع الاسمنت، لان الاسمنت الفاين اللي هو الدست الخفيف ده بيطير، فده نسبه ضائعه منه هيسترجعها. دي نمره واحد. الصحه العامه، الناس بيحصل لهم مشاكل صحيه اللي هم قريبين بما فيهم العمال بسبب الموضوع ده، زائد انه بياخد مكافاه من الجهات اللي تابعه للامم المتحده اللي هي بتحث الناس على تركيب فلاتر ومراعاه الشؤون اللي هي ممكن كمان يكون في حوافز تشجيعيه من الحكومه او الدوله نفسها. الحكومه والدوله، انا ده هيجيله كمان حوافز بالدولار من الخارج، لانهم عالميا في هيئات بتشجع جميع المصانع على انها تتبع اجراءات حمايه البيئه. فدي من ضمنها، فهو هيركبها. فالحاجتين دول انا بطالب السيد رئيس الجمهوريه ان 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 يؤمر بيهم، تركيب الجهاز اللي بيولد الكهرباء من الحراره الفاقده، وتركيب فلاتر، ويعمل على عملها. نعم. طيب. اي سؤال حضرتك؟ يعني عايز اعرف بالاضافه للاسلوب دوت الجديد او المبتكر في توليد الكهرباء، ممكن يكون في ايه تاني من افكار في وجهه نظر حضرتك؟ هو حضرتك ده اسلوب اضافه الى اللمبه الموفره اللي هي ليه عندي عليها تعليق، ليه ما طبقتش، ليه ما اتنفذتش؟ انا ماشي وشايف ناس لسه مركبين اللمبه الكبيره. ايه السبب؟ السبب انها غاليه، الموفره غاليه دكتور. غاليه، ايوه غاليه. طب هنقول ايه بقى؟ هنقول ايه؟ حسب، لو فرضنا ان كل الشعب استخدم اللمبه الموفره، يبقى كاننا عملنا محطتين كهرباء جداد دخلوا الخدمه. هذا ما يوازي عمل محطتين كهرباء كبار دخلوا الخدمه، اللمبات الموفره. ده مع زميلتنا مخرجه الحلقه زينب تهامي بتقول كمان ان اللمبه الموفره ساعات بيشتكوا منها ناس انها بتوجع العين، يعني الضوء بتاعها مش متعب. صناعي انه ده ممكن عملها بعمل دهان معين خارجي، ده المصنعين ممكن يحلوا المشكله دي، بس الشكوى توصل لهم.
لكن مش هي دي القضية. لدي هي التمن. أنا الفكرة اللي عايز أوصلها لحضرتك التمن اللي إحنا هنوفره من السولار لو عملنا محطتين جداد، ده جزء منه يخصص في دعم اللمبة الموفرة وتسليمها إلى مستحقيها فورا دون أن تقع في يد السوق السوداء، لأن في النهاية الغلبان اللي هو أصلا بيستهلك قليل يعني بيبص للأرخص مش هيقدر يشتري الأغلى. فرأيي أنها يتم تدعمها من المبلغ اللي هو المتوقع عشان تتطبق، هتلاقي الناس كلهم حولوا للتانية. طب مسألة الفكرة تحويل الطاقة الحرارية اللي حضرتك أشرت إليها يمكن هتكون متوفرة عند المصانع وهتنتج كميات في النهاية هتكون كميات محدودة. بالنسبة للمصادر الأخرى زي الطاقة النووية زي الطاقة الشمسية طاقة الرياح، كل هذه المصادر يعني البديلة بين كلام حضرتك يعني صح، ويمكن أنا أشرت بكده في بداية كلامي. طيب نسبة الاكتفاء من يعني هذه الفكرة الجديدة أو المصدر الجديد يعني بين المصادر الأخرى هيكون قد إيه، والمصادر الثانية رأيك فيها إيه؟ يعني حضرتك قلت إن عندك تحفظ على الطاقة النووية، لكن الطاقة النووية في كتير من الخبراء المتخصصين لا لازم تتعامل منها بحرص شديد عشان ما يحصلش أي حادث. لأن دي ما فيهاش هزار. لازم تبقى حريص جدا عليها. أنا في رأي تاني أنا قلته لحضرتك، إن يعني طاقة بستخدم طاقة حرارية اللي هي زي السولار وحولها طاقة كهربية وارجع اخد طاقة كهربية احولها طاقة حرارية اللي هو البراد ده او السخان. من المهم جدا ان اشوف مصنع واثنين وثلاثة انشئ في مصر حتى ولو عن طريق الانتاج الحربي فورا عشان نشوف السخان الشمسي يشتغل، لان ده بدل ما تستخدم الكهرباء هتستخدم حاجه تانية، فده توفير تاني ويقلل من الضغط على الطاقه الكهربائيه اللي موجوده اللي اصلا فيها نقص موجود فيها. هو الحقيقه الطاقه تسخين الميه عن طريق السخانات الشمسيه بدات منذ اكثر من 20 سنه بالفعل في المصانع الحربيه تعمم يعني تعمم تجاريا وموجوده بالفعل، يمكن في مباني بالكامل تابعه يمكن القوات المسلحه وايضا المباني المدنيه موجوده فيها السخانات. يمكن يا ريت كل الناس فعلا تشجع كمان الهوتيلات الكبيره موجوده انا بشوف الهوتيلات الكبيره بروحها واشوفها شغالين بالكهرباء سخان كهربي او غاز. فلا الاثنين دول طاقه قليله عندنا ومحتاجين نوفر فيها. استخدم دواء ووفر في الفاتوره بتاعتك. وبعدين الخبر كويس ان تكلفه التكنيك بتاع الطاقه الحراريه المباشره من الشمس اقل كتير جدا من تكلفه اللي هو الخلايا الكهروضوئيه. لانها الطاقه الشمسيه برضو بتستخدم دلوقتي ربما على نطاق ليس واسع، ولكن في اللوحات الاعلانيه اللي بتبقى منتشره ربما على الطرق السريعه بيتم استخدام الطاقه الشمسيه في توليد الكهرباء. شفتها بلاد عربيه كتيره وموجوده برضو في مصر، بس هو المطلوب فعلا تعميمها بشكل اكبر يعني الاستفاده من الطاقه الشمسيه، لانه هي متوفره في مصر طول السنه تقريبا وفترات كبيره. طبعا مش شرط ان احنا نركز بس على انتاج الكهرباء من الخلايا الكهروضوئيه ونستنى لما نعملها، لان موضوع كبير ومعقد ومحتاج وقت. طب ما ننتج الطاقه الحراريه المباشره. يعني انا عاوز اشوف سخان في كل هوتيل. حتى الطاقه الكهروضوئيه الحقيقه كان معانا قبل كده الدكتور بهاء زغلول هو استاذ الفلزات ورئيس معهد الفلزات سابقا، قال انه حتى هذه الخلايا الشمسية يمكن إنتاجها في خلال أقل من عام إذا اتخذ القرار، وإنه كل مكونات موجودة في مصر بالفعل وحتى التكنولوجيا ممكن إنتاجها. لا يعني بس هي مشكلتها اللي محدش هيقولك يعني عيبها إن بتحتاج مساحات كبيرة. يعني أنا شفت مثلا في روح حضرتك شوف في السوبر ماركت أو في المكان اللي بيبيع هتلاقي لوحة 40 سنتي في 40 سنتي عشان تعمل لك 1.5 فولت. فدي مساحه كبيره جدا. في علماء حاليا بيعملوا على تطوير الخلايا الكهروضوئيه بحيث الحركه الالكترونيه في الخلايا دي تتحرك بسرعه اكتر فتحتاج لمساحه اقل. ولو نجحوا في الموضوع ده هيبقى العيب ده تلافى ان شاء الله. دكتور محمد، ما فيش اي شكل من اشكال التواصل يعني ما بينك وما بين مسؤولين في وزاره الكهرباء او لعرض هذه الافكار والرؤى المبتكره لتوليد الطاقه الكهربائيه في مصر؟
والله ولا في اي عقبات مثلا ممكن تكون بتواجه حضرتك في عقبة في التواصل مع الجهات؟ في عقبة. العقبة الاولى ان الشخص الثاني تحت كل وزير او كل شخص مهم فاهم ان وظيفته ان يبعد اي حد انه يقرب من وزيره. انا بقولها لك بمنتهى الصراحة يعني ما بعضهم مش كلهم بعضهم فاهم كده فباستمرار يقعد يأجله يقعد يعمله لغاية لما يزهق ويمشي. طب ما في جهات البحث ممكن حضرتك يعني انا حضرتك انا اجتمعت فعلا مع وزير البحث العلم وده شخص محترم جدا واتكلمت معاه تمام وشخص وانا قاعد رد الفعل كان يعني انا قاعد معاه يعني كمان اتعلمت كتير ان مصر مليانه علماء وده انا عارفه ان في علماء بره لقيت في علماء جوه كمان جايين يتكلموا معاه والمشكله الكبيره هي التمويل. التمويل. يعني انا معلش هدخل في 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 على السريع على الموضوع ده سريعا البحث العلمي الحقيقه تقريبا ينقصها التمويل. التمويل هو المشكله التمويل بس في حل ليها وانا طرحته قبل كده لو تديني وقت اقوله يعني بس واحنا وقتنا انتهى لو حضرتك في ثواني الحل ايه في ثواني نركز على المصريين في الخارج كل رجل اعمال يتبنى عالم وينشئوا مراكز بحث علمي باختصار شديد عن مصر وده ده انا طرحته فعلا مع وزيره الهجره. بنشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور محمد نور الدين الخبير الاقتصادي المغترب. شكرا لحضرتك. شكرا. نتحول الان لمتابعه اهم اخبار المال والاقتصاد في موجز لاهم الانباء مع محمد شعبان. اليك محمد. صباح